بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات أهلا وسهلا بكم. اليوم إذن اخترت لكم نموذج بسيط جدا كمساعدة الأبناء يراجعوا من خلاله أبناء الأطفال. راح يكون فيديو نوعا ما قصير. أمامكم أخواتي التمارين، خذوا الصورة عن الشاشة ثم نبدأ الحل. بسيط الحقيقة جدا. وهذا الأخير. إذن نبدأ بالأجوبة. إذن النمر حيوان أليف، تتغذى الحمامة على الحبوب، نجد الهواء النقي في المصنع، يعيش الأرنب البري في الغابة، قلبي في الجهة اليمنى من صدري، ينبض قلبي طوال حياتي. إذن النمر حيوان ماذا؟ حيوان متوحش. إذن هنا نضع خطأ. تتغذى الحمامة على الحبوب، نعم الحمامة والطيور تتغذى على الحبوب، ليست كل الطيور، الحمامة، العصفور، الدجاجة تتغذى على الحبوب. نجد الهواء النقي في المصنع، هل الهواء المصانع هواؤها نقي؟ لا، الهواء النقي لا يوجد في المصنع، يوجد هواء ملوث. إذن هنا نضع خطأ. هنا يعيش الأرنب البري في الغابة، نقلنا الأرنب البري، نعم صحيح، لأنه الأرنب البري يعيش في الغابة، الأرنب العادي يعيش معنا في المزرعة، هنا الأرنب البري. قلبي في الجهة اليمنى من صدري، هل قلبي فعلا في الجهة اليمنى من صدري؟ قلبي في الجهة اليسرى. إذن هنا خطأ. ينبض قلبي طوال حياتي، هل الإنسان ينبض قلبه دائما؟ نعم القلب ينبض دائما، حينما أكون نائم، جالس، أمشي، أتحرك، مريض، صحيح، مسترخي، القلب ينبض دائما باستمرار دون توقف. إذن هنا صحيح. ماذا لدينا؟ أنا لبيب أكمل بيرتفع يخرج صدري، يخرج وصدري، عندما أتنفس يدخل الهواء جسمي، فماذا يحدث لصدري؟ يرتفع أم ينخفض؟ يرتفع، يرتفع صدري، وعندما يخرج منه ينخفض صدري. إذن عندما أتنفس يدخل الهواء جسمي فيرتفع صدري. جربوا احنا أي البالونة، عندما ننفخ في البالونة، البالونة تنتفخ يعني ترتفع، يرتفع حجمها. نفس الشيء بالنسبة للصدر، عندما أتنفس ويدخل فيه الهواء يرتفع صدري، وعندما يخرج منه ينخفض صدري. هنا قلنا أربط، راح نربط، عندنا مصدر نباتي ومصدر حيواني، الآن نحن نربط. لدينا، من أين نأتي بالجبن؟ الجبن يأتي من الحليب، نحن نصنع الجبن من الحليب، والحليب من أين نأتي به؟ من الحيوان، من البقرة، إذن مصدر حيواني. السمك بين، السمك مصدر حيواني. هنا الخبز، من أين نأتي بالخبز؟ الخبز نأتي به من الدقيق، دقيق من أين نأتي به؟ من القمح، والقمح إذن هو نبات، هنا مصدر نباتي، والتفاح أيضا مصدر نباتي. إذن لدينا آخر تمرين، ما هو؟ عفوا، أصنف الحيوانات إلى ولودة وبيوضة، الولودة هي التي تلد والبيوضة هي التي تضع البيوض. القط هو ولود، التمساح بيوض، الأسد ولود، السمك بيوض، وهنا الكنغر، لا ننسى هنا نسمي الكنغر لأنه لم يسمي، نكتب الكنغر ثم هنا نكتب ماذا؟ هل هو بيض أم ولود؟ هو ولود.
إذن بهذا الفيديو القصير جدا أخواتي، نتمنى لجميع أبنائي التوفيق والنجاح إن شاء الله، نلتقي في فيديوهات أخرى.